السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا درس جديد وجميل في مادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي بعنوان الطرح باستعمال حقائق جمع العدد إلى مثله. في هذا اليوم سوف نتعلم الطرح باستعمال حقائق جمع العدد إلى مثله. هيا بنا نستعمل حقائق جمع العدد إلى مثله لإيجاد الناتج. هيا بنا ننظر إلى السبورة، ماذا تشاهدون؟ أحسنتم، إنه خط الأعداد. من خلال خط الأعداد سوف نتمكن من إيجاد ناتج عملية 5 زائد 5. كيف نحصل على الناتج؟ نعم، أحسنتم، سوف نبدأ من الخمسة. سوف نقف عند الخمسة ونقفز كم قفزة؟ رائع، سوف نقفز 5 قفزات. 1 2 3 4 5. إذن ناتج عملية 5 زائد 5 كم يساوي؟ أحسنتم، 10. رائع، إذ لدي 10 ناقص 5 كم يساوي يا ترى؟ ماذا نفعل؟ ماذا كنا نفعل في الدروس السابقة؟ أحسنتم، نبدأ من العدد الأكبر. ما هو العدد الأكبر؟ إنه 10. نعم، أحسنتم، سوف نبدأ من 10 ونقفز تنازليا كم قفزة؟ أحسنتم، 5 قفزات. هيا بنا لنقفز معا. 1 2 3 4 5. إذن 10 ناقص 5 كم يساوي؟ أحسنتم، يساوي 5. رائع، أجد ناتج الطرح مستعينا بحقائق جمع العدد إلى مثله ومستعملا المكعبات. لدي العملية 8 زائد 8 كم يساوي؟ سوف أجد الناتج مستعملة المكعبات. لدي الآن هذه النماذج باللون الأحمر وباللون الأخضر. النموذج باللون الأحمر يحتوي على 8 مكعبات، والنموذج الآخر باللون الأخضر يحتوي أيضا على 8 مكعبات. إذن 8 زائد 8 كم يساوي؟ هيا بنا نجمع معا. 8 9 10 11 12 13 14 15 16. أحسنتم، إذن 8 زائد 8 يساوي 16. أحسنتم، إذ لدي الآن 16 وقمت بطرح 8 كم يساوي؟ 16 طرح 8، ما هو الناتج؟ أحسنتم، 8. رائع، 16 طرح 8 يساوي 8. والآن لدي عملية أخرى، 3 زائد 3، أيضا سوف أجد الناتج مستعملة المكعبات. لدي النموذج الأول باللون الأزرق والنموذج الآخر باللون الأصفر. 3 زائد 3 كم يساوي يا ترى؟ هيا بنا نجمع معا. 3 نستكمل، 4 5 6. إذن 3 زائد 3 كم يساوي؟ 6. أحسنتم، 6، إذ لدي الآن 6 وقمت بطرح 6 من 3، كم الناتج؟ قمت بإزالة 3، كم المتبقي؟ أحسنتم،
ثلاثة. ستة ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة. أحسنتم. أيضا لدي عملية أخرى، أربعة زائد أربعة، أيضا باستعمال المكعبات. أيضا هذه النماذج باللون الأزرق واللون الأصفر، أربعة زائد أربعة كم يساوي؟ هيا بنا نجمع معا، أربعة نستكمل، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذن أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية. أحسنتم. إذ لدي الآن ثمانية، قمت بطرح ثمانية طرح أربعة، كم المتبقي؟ هنا ثمانية وقمت بإزالة أربعة، كم المتبقي؟ أربعة. أحسنتم، رائع. ثمانية ناقص أربعة يساوي أربعة. لدي أيضا عملية أخرى، تسعة زائد تسعة كم يساوي يا ترى؟ أيضا سوف أستعمل المكعبات. لدي النماذج باللون البرتغالي واللون الأخضر، لدي هنا تسعة زائد تسعة كم يساوي يا ترى؟ هيا بنا نجمع معا، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر. أحسنتم. إذن تسعة زائد تسعة يساوي ثمانية عشر. أحسنتم. الآن لدي ثمانية عشر وقمت بإزالة تسعة، ثمانية عشر طرح تسعة كم يساوي يا ترى؟ هنا ثمانية عشر قمت بإزالة تسعة، كم المتبقي؟ أحسنتم، تسعة، رائع. إذن ثمانية عشر ناقص تسعة يساوي تسعة. أحسنتم. هيا بنا نتذكر حقائق جمع العدد إلى مثله وأجد الناتج بسرعة. لديكم دقيقتان، سوف نقوم بحل الأربع تدريبات في السبورة البيضاء. هيا بنا نبدأ.
إلى الأعلى. إجابات رائعة، أحسنتم. هيا بنا نتأكد من الإجابات على السبورة معا. لدي 1+1 كم يساوي؟ نعم 2، رائع. وإذ لدي الآن 2+1 كم يساوي؟ 1. إجابة جميلة. لدي هنا 6+6 كم يساوي؟ هيا بنا نتذكر الحقائق. أحسنتم 12، رائع. إذن 12+6 كم يساوي؟ جميل، إجابة متميزة 6. والآن لديكم أيضا دقيقتان، سوف نقوم بحل هذه التدريبات في السبورة البيضاء. هيا بنا نبدأ. إجابات جميلة، هيا بنا لنتأكد معا من خلال السبورة. لدي هنا 7+7 كم يساوي يا ترى؟ أحسنت 14، رائع. إذا 14+7 كم يساوي؟ ماذا؟ رائع 7، جميل. وهنا لدي 2+2 كم يساوي؟ أحسنتم 4، رائع. وهنا 4+2 كم يساوي؟ أحسنت 2، جميل أحسنتم. هيا بنا أيضا لديكم دقيقتان للحل، هيا نجد الناتج في السبورة البيضاء. هيا
ثلاثة إلى الأعلى. جميل، إجابات رائعة. هيا بنا نتأكد من خلال السبورة. لدي هنا 6 ناقص 3، كم يساوي؟ أحسنت، 3، رائع. ولدي هنا 8 ناقص 4، كم يساوي؟ جميل، 4. ولدي هنا 12 ناقص 6، كم يساوي؟ أحسنتم، 6، جميل. ولدي هنا 18 ناقص 9، من يخبرني ما هو الناتج؟ جميل، إجابة متميزة، 9، أحسنتم. والآن حان وقت التدريب، سوف نختار الإجابة الصحيحة. لديكم أيضاً دقيقتان للإجابة عن هذه العمليات. لدي هنا 12 ناقص 6، كم يساوي يا ترى؟ هل يساوي 18 أم 6 أم 12؟ وهنا لدي 16 ناقص 8، كم يساوي؟ هل يساوي 0 أم 9 أم 8؟ هيا بنا نبدأ بالحل في السبورة. واحد، 2، 3، إلى الأعلى. رائع، إجابات مذهلة، أحسنتم. هيا بنا نتأكد من خلال السبورة. 12 ناقص 6 يساوي 6، أحسنتم. وهنا لدي 16 ناقص 8، كم يساوي؟ رائع، 8، أحسنتم. والآن حان وقت المزيد من التدريب. أريد منكم الرجوع إلى كتاب الطالب إلى صفحة 59 وكتاب التمارين صفحة 23. انتهى درسنا لهذا اليوم، ونراكم في دروس أخرى. إلى اللقاء.